السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الترجي المستغالمي، يعني ترجي مستغالم وين عازم، خاطر كي نهضر عليه ولايتي سبحان الله نهضر عليها، وين ترجي مستغالم عازم على الفوز على الصفاء الخميس والصعود الى القسم الاول واستعاده يعني الصداره اللي نستاهلوها. احنا نستاهلوها، استنى بزاف ناس لي كومونتير هضرت قال لك ما عندكمش مستوى، ما عندكمش منا، ما عندكمش منا. ماشي مع الناس مستوى، ماشي ما كاش رجال، كاين رجال، لا كاين رجال، كاين ناس يعني في مستقبل، كاين ما عندناش يعني ما عندناش دعم من فوق، من فوق كيما يدعموهم كيما رانا نشوفو راهم يدعموهم. يعني مين بقات مباراة للنهائي داروا قوانين، عرفتوا مقرا كي داروا لها، مقرا تاع رجال، فانيك فانيك الناس تاع رجال، فانيك مقرا مقرا الناس تاع رجال، عرفتوا كيفاش يديروا لها، عرفتوا بشار كيفاش يديروا لها، عرفتوا الناس كيفاش راهم يديروا لهم. خلي لي باه يلعب يلعب، باه يطلع يطلع، انت راك تساند في ذاك وتقلع لذاك وتعمر لذاك وتزيد لذاك، خلي لي باه يطلع يطلع، لي باه يدي كاس الجمهورية يديها، يعني السادي يدي. لي يلعب خلي الناس، اش عندنا تلعب مباراة تلعب باين جا كاين لي با يطيح يطيح خليه يطيح وعاقب نورمالمون لي اسما بارادو يطيحو في زوج يطيحو، طلع لي راه يتعب، طلع لي راه يتعب، لي راه يتعب طلعه، لي راه يتعب، لي تعب عام كامل في الناسيونال دو يطلع، طيح لي اسما وطيح بارادو طيح لي يستاهل يطيح يطيح، لي ما خدمش ما يخدمش يطيح صح للأسف. بعد يخرج لك واحد يكومونتي يقول لك ها انتوما ما عندكمش مستوى، ماشي قضية تاع ما كانش مستوى، ماشي قضية مي كانت كاينة النزاهة. جياسكا تقطع الوداد منها تقطع، ضربتها بستة، ستة الوداد ضربت جياسكا بستة، نتيجة تاريخية سبيرونس فانيك، يعني نتائج تاريخية دارتهم سبيرونس. بعد جينا ها تشوف ها ما كانش منا بالغرب، قولنا بالغرب ها ما كانش، هاي كاينة مولودية مسكينة راهي تدمر، مولودية تكافح وحدها، لا لاس لا 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 الوداد لا سبيرونس لا لاس لا لا تلمسان لا بلعباس لا سعيدة لا معسكر لا تيارت لا لا غيليزان. اختو ها انا نعقل نعقل مليح، كانت كانت كاين واحد الكالوندريي كي تشوفه، كانت سعيدة كانت مولودية كانت لاس كانت سبيرونس الوداد بلعباس كسموها تيارت سعيدة غيليزان، كانوا ثمانية في القسم الأول. شكون كانت كانت الناس كانت نعقلهم كانوا يلعبوا في الريجيونال اللي نضربوا في الناسيونال في ألجي، هذه بارادو ما كانتش كاينة، هذوك الكالوندري اللي نقول لك هذه بارادو ما كانش كاين، كان عين بيضاء كانت قالمة كانت ترجي قالمة السرب الأسود كاش تا ولا ولا السرب الأسود كانت عين مليلة، إي راه ما كاش كاع راحوا كاع الناس الموك الرب العلي موك عنابة حمراء عنابة عنابة يا رب صورتو الموك. أنا مين تفكر فرص سياسي تاع الضربة تاع الكاسكيطات، مازالت عندي كاسكيطة هاني عاقل، كنا في قسنطينة والله العظيم كنا في قسنطينة والله العظيم، سياسي سياسي مع الموك بارتيا بارتيا تاع كي دايرة ولا ستاد ارشيكو. حنا نتمناو ان شاء الله بربي وين اجرى نادي ترجي مستغالم حصته التدريبيه الاولى لهذا الاسبوع التحضير لمباراه ما قبل الاخيره والتي ستجمعها بنادي صفاء الخميس عشيه يوم السبت بمركب الرياضي الرائد فرج، يعني ابتداء من الساعه الرابعه والنصف وفق لما حددته الرابطه الوطنيه للهواة لاعبين كانوا حاضرين بالملعب ولم يسجل الطاقم الفني اي غياب مصاب او معاقب. رئيس النادي بن فريحه بن قاسم الذي كان حاضر هو الاخر تحدث مطولا مع اللاعبين حيث حفزهم لتقديم الاحسن خلال مباراتين المتبقيتين صفاء الخميس والنجم. بن عكنون مذكر الجميع ان اداره توفرت ولا زالت توفر كل الامكانيات الماديه على وجه الخصوص والمعنويه عموما، ما سيحفز يعني حسبه اللاعبين لاخراج كل ما لديهم من طاقه في حال ما ارادوا الظف ببطاقه الصعود الى القسم الوطني الاول الاحترافي، يعني موبيليتو الان وان الكره في مرماهم.
ولن يتقابل أي حجة كيفما كان شكلها ونوعها، مذكر إيام أن السلطة المحلية وفي مقدمتهم والي ولاية عيسى بولحية قدم الأسبوع الماضي وبحضور كل الطاقم الإداري الفني واللاعبين غلاف مالي معتبر خلال مأدبة عشاء على شرف النادي، وأنه يتابع رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي عباس أدريس كل ما أنجزه وينجزه فريق خلال مشواره الرياضي لهذا الموسم، متمني للترجي المزيد من نجاحات لتشريف مستغالم تماما كما فعل الفريق الثاني للمستغالم الوداد. لم يكتفي رئيس الفريق ترجي مستغالم بهذا، وإنما ارتكز على كل هذه المستجدات والمعطيات لرفع من معنويات اللاعبين ويشعرهم بأن مبارتين قادمتين يجب الفوز بها لتشريف ولاية مستغالم والعودة إلى القسم الأول بعد غياب يعني 26 سنة 1997 2023. يعني من ان شاء الله بربي اذا واش غادي نديرو. انا نطلب من الوالي انا مباراه اخيره بالعكل ولا ودي كاس صافا الخميس فاني ما عندكم ما ديروا مباراه روحوا احتفلوا روحوا. هذه هي اخوتي، انا عندي احبابي من الخميس، يعني عندي احبابي وين كاين احبابي بزاف، يعني نتمنى ان شاء الله بربي نتلاقاو بهم وكلش مرحبا بهم. والذي يلعب يعني الكره وين الذي يلعب كره جميله، يعني وين نقولوا باللي الموسم يتنسون في ذات الوقت مقابله نادي الصفاء، يعني وين نقولوا وين المدرب الترجي رفيق بالحاج لم يخفي تخوفه من اللاعبين الذين حسبهم باتوا يفكرون في مباراه بن عكنون ويلعبونها في أذنهم قبل الأوان، مع العلم أنه هي المباراة الأخيرة في البطولة هذا الموسم، ويتنسون في ذات الوقت مقابلة نادي الصفاء الخميس الذي يلعب كرة جميلة، يعني ويملك قدرات محترمة تسمح له أن استغلها جيدا إحداث مفاجأة في حال تهاون لاعبين ترجي، ما سيخلط يعني كل الأوراق ويهدر حظوظ الترجي في مواصلة التفكير في بطاقة القسم الأول. يعني لذا كان حريص وهو يتحدث مع اللاعبين بالتركيز على المباريات الفريق صفاء الخميس وبذل كل ما في وسعهم في هذه الحالة للفوز بالمقابلة ثم التفكير في لقاء الفريق بن عكنون. صح يعني كاينه مباراة بن عكنون وين فما تاع بن عكنون، وين نطلب من والي ولاية مستغالم توفير كل يعني شيء للأنصار من أجل يعني كل التوفير، يعني والولاية كومبلي بها بالدوائر تاعها، يعني وين لازم يكونوا الحافلات واجدين كل يبغي من كل دوائر، يعني ولاية مستغالم وبلديات ولاية مستغالم من أجل يعني مساندة الترجي المستغالم من أجل الصعود، لازم مساندة كبيرة. هذه راهي ولاية تاعنا وشرف كبير لنا، نتمناو إن شاء الله بربي الصعود. وعندنا لعاب من عين تادلس، عباس من عين تادلس يلعب في الترجي، يعني الشوشو تاع الترجي ميليو تيرا، يعني لعاب كبير على هذيك. انا ناصرو يعني ناصروي في الترجي التونسي، الترجي مستغالم ولاية تاعنا وزيد فانيك راهم في ميلتنا هما اليوم سبحان الله. انا على بالي شتا كاين والناس على بالهم بالتركيز على مباراة الفريق، يعني وين حارس وين في حال وين نقولوا وسعهم في هذه الحالة للفوز بالمخ ثم التفكير في لقاء الفريق بن عكنون. حارس ترجي سفيانو أحمد ألح أن مباراة ويتسلي التي تعادل فيها ترجي بملعب هذا الأخير يجب طيها نهائيا والتركيز أولا على مقابلة صفاء الخميس، ما يمهد الطريق في حال فوز بها التنقل إلى بن عكنون بأفكار أكثر وضوح ونفسية مرتاحة ثم الوصول قائلا كما يقول المثل لكل مقام مقال. الأنصار من جهتهم الذين جاءوا بقوة لمتابعة وعن قرب تدريبات فريقهم كلهم أمل في ظف ناديهم ترجي ببطاقة بطولة كما سبقهم في ذلك الوداد المستغالي. إن شاء الله يا ربي رانا معكم بن عكنون دي بلاسمو ألجي عيطت الله ألجي يودي ألو ولايتي تناديني ما التالي كاع
ولايه تنادي بصح ما تسلي بريزيدون ولا خسرتها عيب عليك شي هاك تغلط فيك على بالك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد. واللي يمشي ابوني يدخل لي ابوني معنا وربي يحفظكم والبارطاج والجيم.